السلام عليكم أستاذ بكفاسيت، أرحب بكم. اليوم إن شاء الله نشوفوا الدرس للحساب التكاملي أو التكامل. إذا التكامل هو درس بسيط جدا. أولا إذا بغينا نعرفوا التكامل خصنا نشوفوا داك جدول الدورة الأصلية، يعني في الدرس في الفيديو أو الدرس الخاص بالدورة الأصلية. دابا معكم في مع أستاذ بكفاسيت. إذا التكامل، أولا إذا كانت عندي واحد دالة إف متصلة على مجال إي، أي دالة متصلة على مجال إي فإنها تقبل دالة أصلية إف، كنرمزو لها إف كبيرة على إي. إذا كبداية خصنا نعرفو هاد الشرط، باش واحد دالة يكون عندها دالة أصلية في واحد المجال خصها تكون متصلة في هذاك المجال. الآن شنو هو التكامل؟ التكامل إذا كان عندي التكامل ديال واحد دالة إف إكس من أ إلى بي والمتغير هو إكس، كنكتبو دي إكس، فهو كيساوي لنا كناخدو هاد الدالة إف كنحددو ليها أصلية إي فوا كنحدد الأصلية كنتخلى على الرمز ديال التكامل وكنستعمل المعقوفات، ودائما من أ إلى بي، وبعد ذلك أحسب الصورة ديال بي ناقص الصورة ديال أ. أنا أعطيه مثال وسوف يصبح واضحا. مثلا بغيت التكامل من صفر حتى واحد ديال مثلا إكس استثنان دي إكس، دونك هنا اللي شاف جدول الدورة الأصلية كيعرف بأن الأصلية ديال إكس استثنان هي إكس ثلاثة على مدى على ثلاثة. دونك ملي حددنا الأصلية كندخلو على الرمز ديال التكامل ونمر إلى المعقوفات دائما من صفر حتى واحد. إذا أنا خش راسي ندير نحسب صورة واحد بواسطة الدالة الأصلية ونقسمها صورة صفر، إذا ما تعطيني مدى واحد أس ثلاثة على ثلاثة ناقص مدى صفر أس ثلاثة على ثلاثة، بمعنى واحد أس ثلاثة يعني واحد على ثلاثة ناقص صفر، والنتيجة هي واحد على ثلاثة. مثال آخر، ناخذ التكامل مثلا من واحد حتى اثنان ديال اكسبونونسيال اكس دي اكس. اذا هنا الاصلية ديال اكسبونونسيال هي اوتوماتيكمون اكسبونونسيال من واحد حتى اثنان، ثم الان غنحسب الصورة ديال اثنان اللي هي اكسبونونسيال ديال اثنان ناقص الصورة ديال واحد اللي هي اكسبونونسيال ديال واحد. إذا النتيجة النهائية هي إكسبونسيال ديال اثنان ناقص إكسبونسيال. دونك هذا مثال آخر. إلى بغيتو أيها التلاميذ أعزاء مثال آخر، مثلا التكامل من مثلا من صفر حتى بي ديال مثلا سينيس إكس دي إكس. الجميع كيعرف بأن الأصلية ديال السين هي موان كوس، إذا غنديرو موان كوس سينيس إكس ودائما من بي حتى صفر. اذا غادي تعطيني الصوره ديال بي اللي هي موان كوس بي ناقص كوس صفر. اذا كوس بي شحال هو؟ كوس بي هو ناقص واحد، اذا ناقص ناقص واحد ستصبح واحد، وكوس صفر هو واحد، اذا النتيجه هنا هي صفر. اذا كتلاحظوا طريقه باش كنحسبوا التكامل، كنشدوا هذه كنحددو لي هذا لا أصلية، إي فوا كنقدر الأصلية كنستعمل رمز ديال المعقوفات، وأحسب صورة بي بواسطة دالة أصلية ناقص الصورة ديال أ. هذه هي المنهجية ديال حساب التكامل. الآن غنشوفو بعض الخاصيات ديال التكامل. خاصيات الحساب التكاملي. كاينين جوج الخاصيات مهمين، كاينه علاقة شر وكاينه الخطانية، سنشرحهما بكل بساطة. علاقة شر اشنو كتقول؟ كتقول مثلا إذا كان عندي التكامل مثلا من واحد حتى ثلاثة إف إكس دي إكس، إلا بغيت يمكن ليا نفكك التكامل وندير مثلا من واحد حتى اثنان إف إكس دي إكس اللي هو المتغير، زائد التكامل
من اثنان حتى ثلاثة اف اكس دي اكس، بحال كنختزل هاد اثنان لهنا وكنطيح في التكامل من واحد حتى ثلاثة. السبب بسيط لانه نورمالمون هادي ملي نقد الاسياج غتعطيني اف لي جوج ناقص اف لي واحد، وهنا اش غادي تعطيني هادي؟ غتعطيني اف لي ثلاثة ناقص اف لي جوج. وبالتالي كنلاحظو ماذا؟ كنلاحظو بان عندي اف لي جوج وناقص اف لي جوج متقابلان، وغنطيح في اف لي ثلاثة ناقص اف لي واحد. اذا هادي هي علاقة شرط، وبالتأكيد مثلا حتى لو كان عندي مثلا تكامل من واحد حتى لجوج ديال اف لي اكس ديال اكس، انا اذا بغيت طالما الدالة معرفة على المجال يمكن تجاوز المجال واحد جوج، يعني خدمة من واحد حتى لسبعة اف لي اكس ديال اكس زائد تكامل من سبعة ونرجع لماذا الى اثنان اف لي اكس ديال اكس، ولا يوجد اي مشكل في هذه القضية. فقط يجب ان تكون الدالة اف معرفة على المجال واحد سبعة، وبالتالي متصلة في هذاك المجال. إذا هذا كل شيء في هذه القضية ديال علاقة شرط. إذا العلاقة تقول التكامل من أ حتى ل بي إف إكس دي إكس تساوي هنا بصفة عامة تكامل من أ حتى ل سي إف إكس دي إكس زائد تكامل من ماذا؟ من سي حتى ماذا؟ حتى ل بي إف إكس دي إكس. إذا هذه العلاقة تسمى علاقة شرط في التكامل، في حساب التكامل. لان اعتقد انها واضحة. الان العلاقة ديال الخطانية، الخطانية بسيط. اذا عندي تكامل من ا حتى ل بي ديال اف ليكس، يعني مجموع دالتين زائد جي ليكس دي ليكس، من حقي نفرقهم بحيث ندير التكامل من ا حتى ل بي ديال اف اكس ديال اكس زائد تكامل من ا حتى ل بي ديال جي اكس ديال اكس. هذه هي الخاصيه الاولى في الخطانيه. الخاصيه الثانيه، الا عندي التكامل من ا حتى ل بي ديال كا بحيث كيكون عدد حقيقي فوا اف اكس ديال اكس، فامكاني ببساطه نخرج هاد كا على برا. دائما هذه القضيه كنخدموا بها بزاف، نخرج هاد كاع على برا ديال التكامل ونخدم التكامل من ا حتى ل بي اف اكس دي اكس بكل بساطه. اذا هادو هما الخاصيتين. الى عندي المجموع من حقي نفكك، يعني تكامل مجموع هو مجموع تكاملين، والى عندي ك فوا اف اكس يمكن نخرج العدد ك برا ديال التكامل. عفوا. الان كاين واحد الاشاره مهمه جدا، الله يجازيكم بخير، خاصيه بسيطه واشاره الى واحد الخطأ كديروها ايها التلاميذ الاعزاء. الاغلبيه كثيرا وفي التجربه ديالنا واسمتي لاحظنا هذه الاخطاء. الخاصيات المقبوله في التكامل ان الضاله الاصليه ديال اف زائد جي هي ماذا؟ هي اف كبيره زائد جي كبيره. اذا كنقلب على الاصليه ديال اف زائد جي على واحد المجال اي وكانت الداله اف متصله على اي والجي متصل على اي، فان الاصليه هي اف زائد جي. والا كانت عندي ك فوا اف وكانت الداله اف متصله على مجال اي فان الاصليه هي ك فوا اف. لاحظوا ان العدد الحقيقي لا يؤثر، فقط احتفظ به. ولكن الخطا هو بعض التلاميذ الاعزاء كيعتبروا بان الاصليه ديال اف والجي كيعطي اف فوا جي. هذا خطا فادح، والخاصيه ليست موجودة وليست صحيحة، وكل من يرتكب هذا الخطأ عليه أن يراجع نفسه. الأمور بسيطة، F زائد G هي F كبيرة زائد G كبيرة، الخاصية صحيحة في المجموع ولكنها غير صحيحة في الجداء. في طبيعة الحال كانت F زائد G هي F كبيرة زائد G كبيرة، فإن F ناقص G هي F كبيرة ناقص G كبيرة. إذا الخاصية صحيحة في المجموع ولكنها ليست صحيحة في الجدول. الخاصية يعني نعاود ونذكر، هي F زائد G طالما F متصلة على A و G متصلة على A هي F كبيرة زائد G كبيرة، ثم K فوا F طالما F متصلة على A هي K فوا F. ولكن هذه القضية الجدول غير موجودة. الآن إلا فهمتوا هذا الشيء أيها التلاميذ الأعزاء، غنمروا إلى تقنيات حساب التكامل وغادي نعطيهم أمثلة على هذه التقنيات.
دونك تقنيات حساب التكامل. اذا كاين التقنيه الاولى هي استعمال جدول الدوره الاصليه. استعمال جدول الدوره الاصليه. التقنيه الثانيه هي المكامله بالاجزاء. لانتيغرال بار بارتي. التقنيه الثالثه هذه خاصه بالتلاميذ ديال شعبه العلوم الرياضيه. اذا يشوفوا الفيديو الخاص بشعبه العلوم الرياضيه اللي هي المكامله بتغيير المتغير شونجمون دو فاريابل. اذا الان غنتعرفوا في هذا الفيديو على التقنيتين الاولى والثانيه، والتلاميذ شعبه العلوم الرياضيه غيكون عندهم فيديو خاص واش غادي نضيف المكامله بتغيير المتغير. الان غناخذوا بعض الامثله. مثال، افترض ان عندي التكامل مثلا من واحد حتى اثنان، ديال مثلا اكس اس اثنان ناقص اكس زائد واحد دي في اكس. اذا هنا الجميع يعلم ان الاصليه ديال اكس اس اثنان هي اكس اس ثلاثه على ثلاثه. الخاصيه معروفه، الاصليه ديال اكس اس ان اللي شاف الفيديو ديال الدور الاصليه، اكس اس ان هي واحد على الاصليه هي واحد على ان زائد واحد، اكس اس ان زائد واحد. دونك هنا خدينا الاصليه ديال اكس اس اثنان هي واحد على اثنان زائد واحد، اكس اس اثنان زائد واحد، اذا عطاتني واحد على ثلاثه اكس اس ثلاثه، بمعنى اكس اس ثلاثه على ثلاثه. والاصليه ديال ناقص اكس هنا اكس اس واحد هي ناقص اكس اس اثنان على اثنان، ثم الاصليه ديال واحد هي اكس. الان لما حددت الاصليه كنتخلى على رمز ديال التكامل وكنخدم من واحد حتى اثنان، اش كيتبقى ليا؟ كيبقى ليا نحسب الصوره ديال جوج ونقص منها الصوره ديال واحد. اذا الصوره ديال جوج هي اثنان اس ثلاثه على ثلاثه ناقص اثنان اس اثنان على اثنان زائد اثنان، هذه الصوره ديال جوج. نقسم منها الان الصوره ديال واحد هي واحد اس ثلاثه على ثلاثه ناقص واحد اس اثنان على اثنان زائد واحد. اذا هنا جوج اس ثلاثه هي ثمانيه على ثلاثه ناقص اربعه على جوج زائد جوج. هنا واحد اس ثلاثه واحد على ثلاثه عفوا ناقص واحد على جوج زائد واحد. اذا هنا عندي اربعه على جوج غتعطيني ناقص جوج، غتختزل مع جوج اللي كاينه هنا. اذا غنخرج من هنا بثمانيه على ثلاثه، ثم عندي واحد على ثلاثه اللي هي جوج على ستة ناقص ثلاثة على ستة، دونك هي ناقص واحد على ستة زائد ستة على ستة اللي هي خمسة على ستة، والإشارة ديال ناقص غتعطيني ناقص خمسة على ستة. إذا توحيد المقام هنايا ستة، إذا نضرب هنا جوج غتولي هنا 16 ناقص خمسة على ستة، إذا غتعطيني 11 على ستة أيها التلاميذ الأعزاء. دونك هذا التكامل غيعطيني القيمة 11 على ستة. غنشوفو أمثلة أخرى. مثلا نختاروا مثلا امثله اخرى ليكون امثله، مثلا ناخذوا امثله سيبوزون عندي مثلا تكامل، مثلا تكامل من واحد حتى اثنان ديال نسميو هذه اي مثلا اكس اس اثنان على اكس اس ثلاثه زائد ثلاثه والمتغير دي دي اكس. دونك الامور بسيطه. الآن لاحظوا أيها التلاميذ الأعزاء، هنا غادي نفكر كيفاش غنحدد الأصلية. إذا كندير واحد الملاحظة، كنلاحظ بأن عندي في المقام إكس أس ثلاثة زائد ثلاثة. إلا خديت هذي كتبتها أنا في البسطة تعطيني إكس أس ثلاثة زائد ثلاثة درت ليها انشقاق، غتعطيني ثلاثة إكس أس اثنان. كتلاحظوا غتعطيني ثلاثة إكس أس اثنان. أنا إكس أس اثنان كاين عندي ثلاثة تزادت. إذا الموضوع بسيط، إلا بغيت نحيد هاد ثلاثة يكفي نضرب في واحد على ثلاثة. إذا هنا نورمالمون غتعطيني واحد ثلاثة غتزاد. إذا أش غندير؟ غندير هنايا واحد على ثلاثة باش نحيد هاديك ثلاثة اللي تزادت عندي هنا، ودائما المتغير دي دي إكس. الآن أصبح عندي ماذا؟ تكامل على الشكل ماذا؟ على الشكل إي بريم على إي. الأصلية ديال إي بريم على إي الجميع يعرف هي لوغنيبيريان
ديال القيمة المطلقة لـ إي، يعني سأل الرمز ديال القيمة المطلقة إلا نتأكد أن الدلائل موجبة على المجال إي. دونك هنا غتعطيني واحد على ثلاثة، المجال اللي كاين هو واحد اثنان، واحد على ثلاثة. دونك الأصلية لوغاريتم نيبريان ديال القيمة المطلقة ديال إكس أس ثلاثة زائد ثلاثة، دائما من واحد حتى اثنان. من الواضح أن الدالة إكس أس ثلاثة زائد ثلاثة موجبة على المجال واحد جوج، إذا يمكن أحيد رمز ديال القيمة المطلقة وتصبح عندي واحد على ثلاثة لوغ نيبريان ديال إكس أس ثلاثة زائد ثلاثة، دائما تكامل ديالي من واحد حتى اثنان. إذا تكون عندي واحد على ثلاثة هنايا لوغ نيبريان، هنا جوج أس ثلاثة هي ثمانية زائد ثلاثة 11، ناقص لوغ نيبريان واحد أس ثلاثة هو واحد زائد ثلاثة ناقص لوغ نيبريان ديال أربعة. إذا هذه هي القيمة النهائية ديال هذا التكامل إي، غيعطيني هذا العدد، فما نزيدو نبسطو غيعطيني هذا العدد. إذا نموذج آخر مختار كمثال، هذا مثال إي، نختار مثال آخر. مثلا نختار جي ونسميوها التكامل من صفر حتى ثلاثة ديال إكس زائد واحد مثلا على إكس أس اثنان زائد اثنان إكس زائد اثنان إكس زائد أربعة دي إكس، متغير دي إكس. إذا هنا كنلاحظ أنني إلا خديت هذه اللي كاينة عندي في البسط ودرت هنا في المقام على شكل الشقاق صفر ثلاثة، سأحتفظ في المقام كيما هو إكس أس اثنان زائد اثنان إكس زائد أربعة الفاريابل ديال إكس. هنا إلا خلينا إكس أس اثنان زائد اثنان إكس زائد أربعة ودرت ليها البريم، أش تعطيني؟ تعطيني اثنان إكس زائد اثنان، ماشي ولا لا؟ هذه إلا خديناها عملناها بجوج تعطيني اثنان عامل إكس زائد واحد. لاحظوا أن إكس زائد واحد راه كاينة، اللي تزادت هي جوج، إذا هاد جوج اللي تزادت أش غندير؟ غنحيدها بأنني ندير واحد على جوج هنا على برا، وأجد ماذا مجددا؟ أن عندي إي بريم على إي، وأصبحتم تعرفون أن الأصلية ديال إي بريم على إي هي لوغ نيبريان ديال القيمة المطلقة لإي، هي لوغ نيبريان ديال القيمة المطلقة لإي. إذا هذه غتعطيني واحد على اثنان، الأصلية لوغاريتم نيبريان ديال القيمة المطلقة لإكس أس اثنان زائد اثنان إكس زائد أربعة، دائما التكامل من صفر حتى ثلاثة. إذا من الواضح جدا أن هذه لأنها موجبة، موجبة على المجال صفر ثلاثة، لأن جميع القيم هنا موجبة في المجال إي اللي هو صفر ثلاثة. إذا أوتوماتيكمون يمكن لي التخلص من رمز القيمة المطلقة ونلقى واحد على اثنان لوغاريتم نيبريان ديال نتخلصو من رمز القيمة المطلقة، نستعملو أقواس فقط إكس أس اثنان زائد اثنان إكس زائد أربعة أربعة. أش كيتبقى؟ نحسب الصورة ديال ثلاثة ونقص منها الصورة ديال صفر، إذا واحد على جوج. دونك لوغ نيبريان هنا ثلاثة أس اثنان تسعود، جوج ثلاثة ستة، ستة زائد تسعة خمسة عشر، ونضيف أربعة تسعة عشر. إذا كاين لوغ نيبريان ديال تسعة عشر، هنا ناقص صورة صفر تعطيني أربعة، ناقص لوغ نيبريان ديال أربعة. إذا يمكن أن نكتب واحد على اثنان لوغ نيبريان ديال تسعة عشر على أربعة. الموضوع بكل بساطة، دونك هذه هي القيمة ديال هذا التكامل الجي. دونك مثال آخر، التكامل من صفر مثلا حتى اثنان ديال اثنان إكس زائد ثلاثة على ماذا؟ على إكس زائد اثنان ديال إكس، متغير هو إكس. إذا هنا تو سامبلومون هاد التكامل إذا فقدنا واحد شوية نربط إكس زائد جوج هنا باش تبان لي خص تكون عندي إكس زائد أربعة، نكتب إثنان إكس زائد أربعة ناقص واحد، الأربعة ناقص واحد تمثل ليها ثلاثة، ثلاثة هذي حولتها أنا الأربعة ناقص واحد، المقام سأحتفظ به عفوا إكس زائد اثنان دي إكس، ديما منين؟ من صفر حتى اثنان. إذا هنا يعطيني التكامل من صفر حتى اثنان، دونك نفككها اثنان إكس زائد أربعة
على ماذا؟ على x زائد 2 ناقص 1 على x زائد 2 دي اكس. اذا هنا يمكنني ان استعمل الخطانية تو سامبلومون، نديرو التكامل من صفر حتى اثنان ديال اثنان اكس زائد اربعة على اكس زائد اثنان ناقص التكامل من صفر حتى اربعة ديال واحد ديما ديال اكس هنا عفوا واحد على اكس زائد اثنان ديال اكس. اذا التكامل من صفر حتى اثنان دونك اثنان عامل اكس زائد اثنان على ماذا؟ على اكس زائد اثنان ديال اكس. هنا ناقص التكامل من صفر حتى ربع واحد ما هو الا اكس زائد اثنان بريم. كنلاحظوا يا التلاميذ الاعزاء ان اكس زائد اثنان بريم غتعطيني واحد على اكس زائد اثنان ديال اكس. اذا لاحظوا هنا انني يمكن لي نختار اكس زائد اثنان في هذه الحاله من البسط والمقام وتبقى لي جوج والاصليه ديال جوج. تعلموا ايها التلاميذ الاعزاء انها تساوي اثنان اكس من صفر حتى اثنان ناقص ثم هنا عندي اي بريم على اي والاصليه دونك عفوا الاصليه هي لوغن اي بريم ديال القيمه المطلقه لاكس زائد اثنان دائما في المجال صفر اربعه صفر صفر اثنان عفوا صفر اثنان دونك صفر اثنان صفر اثنان. دونك الان هنا طالما اكس زائد اثنان موجب على المجال صفر جوج يمكن ان تخلص من هذا الرمز ديال القيمة المطلقة. وهنا وصلنا اثنان اكس هذا نكتبها فقط لاجل فهمكم صفر جوج ثم نتخلص من رمز ديال القيمة المطلقة لوغنيبريان ديال اكس زائد اثنان دائما التكامل اللي عندي من صفر حتى اثنان. المهم الان بسيطة عندي صورة جوج ونقص منها صورة صفر اذا هنا تعطيني اربعة ناقص صفر دونك اربعة هنا تعطيني لوغنيبريان ديال اربعة اثنان زائد اثنان ناقص لوغنيبريان ديال اثنان. اذا هنا اربعة هنا لوغنيبريان ديال اربعة على اثنان دونك هي اربعة ناقص لوغنيبريان ديال اثنان. ارجو ان يكون واضحا. اذا مثال اخير في استعمال جدول الضوء الاصلية. اذا التكامل اخترنا موجز اسمه L التكامل من واحد حتى اثنان x جذر ل x ناقص واحد دي x. هذا ايضا مثال مختار. دونك هنا اش غنديرو؟ نديرو واحد جوج المجال غنخلقو بحال هادي دونك غندير x ناقص واحد هاد ناقص واحد مكانش اذا غنزيد واحد. لاحظوا ان هادي كلها تمثل x و جذر اكس ناقص واحد ديال اكس. بعد ذلك ماذا سافعل؟ سانشر الموضوع واحد عدنان عاد اكس ناقص واحد نضربها في هذه تعطيني اكس ناقص واحد فوا جذر اكس ناقص واحد وواحد فوا هذه غتعطيني جذر اكس ناقص واحد دائما ديال اكس. ساستعمل الخطانية باش نعزل هذه على هذه غتعطيني التكامل من واحد حتى لاثنان اكس ناقص واحد فوا جذر ليكس ناقص واحد فوا دي ليكس زائد تكامل من واحد حتى اثنان ديال جذر اكس ناقص واحد دي ليكس. الان ايها التلاميذ الاعزاء كلشي كيعرف بان اكس ناقص واحد هنا كاين اس واحد وهذاك جذر اكس ناقص واحد هادي اكس ناقص واحد وهادي اكس ناقص واحد اس واحد على جوج. اذا هنا كاين اس واحد الجمع ديال اسين يعطيني اكس ناقص واحد اس ثلاثة على جوج. اعتقد انه واضح. اذا تعطيني التكامل من واحد حتى لجوج اكس ناقص واحد اس ثلاثة على جوج هنا اش غندير؟ غندير اكس ناقص واحد بريم. هيدا دابا كتمثل غير واحد ما غيرت والو ولكن هذا كيتعوض اكس ناقص واحد اس ثلاثة على جوج. علاش؟ باش نخدم الخاصية اي بريم اي اس ار بحيث ار ينتمي ماذا؟ ينتمي الى كي نجمة سدنا العنصر واحد خيط انه واحد. اذا هنا دي اكس ثم هنايا تكامل هذا ايضا تكامل من واحد حتى لجوج هذه تمثل ماذا؟ تمثل اكس ناقص واحد اس واحد على اثنان هنا ندير اكس ناقص واحد بريم الذي لا يغير شيئا لان يعني هو واحد. اذا الاصليه هنا هي واحد على ار شكون هو ار؟ هو ثلاثة على جوج ثلاثة على جوج زائد واحد اكس
ناقص واحد أس 3 على 2 زائد 1، دائما المجال من 1 حتى 2، زائد تكامل 1 على ماذا؟ 1 على 2 زائد 1، إكس ناقص 1 أس 1 على 2 زائد 1، دائما تكامل ديالي من 1 حتى 2. إذا هذه ستصبح ماذا؟ دونك 3 على 2 زائد 2 على 2 هي 5 على 2، إذا المقلوب هو 2 على 5، إكس ناقص 1 أس ماذا؟ 3 على 2 زائد 1 على 5 على 2، إذا 5 على 2، دائما الصور اللي عندي من 1 حتى 2، زائد تكامل، هذه تعطيني 3 على 2، إذا 2 على 3، إكس ناقص 1 أس 3 على 2 من 1 حتى 2. إذا يتبقى حساب الصور، يعني صورة 2 ناقص صورة 1، صورة 2 دونك 2 على 5، إلا حطينا هنا 2 ناقص 1 غادي تعطيني 1، 1 أس 5 على 2 ما هي إلا 1، وصورة 1 تعطيني 0، إذا هنا كاينة 2 على 5. يعني إلا خدينا صورة 2 ناقص 1 هي 1 أس 3 على 2 ما يبقى 1، إذا يكون عندي 2 على 3، وصورة 1 هي 0، دونك المقام 1 هو 15. إذا ضرب هنا في 3 تعطيني 6، ضرب هنا في 5 يعطيني 10، إذا 16 على 15 هذا هو القيمة ديال التكامل L. كنتمنى أنه تكون هذه التقنية ديال حساب باستعمال جدول الدور الأصلية واضحة. الآن نمر إلى التقنية الثانية اللي هي تقنية المكاملة بالأجزاء، وهنا يجب أن تنتبهوا أيها التلاميذ الأعزاء، لأن هذه هي اللي كتعطى بزاف في الامتحان الوطني وحتى في الفروض ديال الاساتذه ديالنا الكرام. دونك تقنيه المكامله بالاجزاء، هنا انتبهوا، تقنيه ودي كنستعملها بالتاكيد ملي ما كينفعنيش جدول الدور الاصليه. الطريقه هي بسيطه، كيكون عندي بعض الدوائر، مثلا كتكون عندي دالة لوغاريتم، عندي لوغاريتم، لوغاريتم، وكيكون عندي بولينوم حدودية، وكيكون عندي إكسبونونسيال. ثم سينيس و الكوسينيس. دونك اشنو كيعطيوني هادو؟ الا خديناهم اون ابغيفي، هادي ال وهادي بي وهادي او وهادي اس وهادي سي، اش كيعطيوني؟ كيعطيوني واحد الكلمة ما عندهاش معنى ولكن نخدمو بها، اللي هي تيسك. ال لوغاريتم، بي بولينوم، او ليكسبونونسيال، اس سين، و سي كوس. لاش كيصلحو؟ تخيل انا عندي واحد تكامل، مثلا ناخدو مثلا من جوج حتى لثلاثة، مثلا اكس فوا اكسبونونسيال اكس دي اكس. إذا بغيت نجاوب على هذا التكامل باستعمال جدول الدور الأصلي، ليس ممكنا، ليس هناك طريقة باش نجاوب على هذا التكامل باستعمال جدول الدور الأصلي. كيبقى ليا غنفكك هاد جوج الدوائر، غنخدم هادي بوحدة وناخد هادي بوحدة. هذا كيعطيني أشنو كندير؟ كناخد واحدة واحدة منهم كنسميها إي دي إكس، والثانية كنسميها في بريم ديال إكس. هاد الكلمة ديال بيس كتوريني أشنا هي اللي غنسميها إليكس. الأولوية المرتبة الأولى هو اللوغاريتم، إذا كان عندي اللوغاريتم فهو يسبق البولينوم، يسبق الحدودية، والحدودية البولينوم تسبق الدالة الأنسية الإكسبونونسيال، والإكسبونونسيال كيسبق السين، وهكذا. دونك هذا الترتيب باش كيعطيني من الأولوية باش نعطي إليكس، من الأولوية. لاحظ هنا تلقات ليا إكس اللي هي حدودية،
شتيها بولينوم. سبقات ليكسبونونسيال اذا اش ندير؟ غندير لما نعطي اكس نعطيها الاكس، وبالتالي ليكسبونونسيال جا في الرتبه الثالثه غياخذ ليكسبونونسيال في بريم. الان هذه اش غندير؟ غندير لها الاشتقاق اي بريم ديال اكس. المشتقه ديال اكس هي ماذا؟ هي واحد، و هذه اللي مكتوبه على شكل مشتقه غندير ليها في اكس، والاصليه ديال اكسبونونسيال الجميع يعلم انها اكسبونونسيال. اذا الخاصيه ديال التكامل اش كتقول لي؟ اذا سميت هذا الخاصيه ديال التكامل المكامل بلا الزائد كتساوي اش؟ اكس فوا في اكس، دائما محتفظا بالمجال اللي عندي اللي هو 2 3 ناقص التكامل من 2 حتى 3 اي بريم اكس فوا في اكس. دوما الطريقة أيها التلاميذ الأعزاء، إليكس فوا فيليكس ناقص تكامل إي بريم إكس فوا فيليكس. الآن سنطبق ذلك، لاحظوا شكون هي إليكس؟ هي إكس، وشكون هي فيليكس؟ هي إكسبونس إكس، وكذي ما عليه إلى حساب الصور. ناقص تكامل من جوج ثلاثة، شكون هي إي بريم ديال إكس؟ هي واحد فوا فيليكس اللي هو إكسبونس إكس. اذا ايها التلاميذ الاعزاء، هنا اكس فوا اكسبونسيال اكس انا عاود نكتبها لكم لاجل الفهم. دونك 2 3 ناقص، دونك هنا شنو هي الاصليه ديال اكسبونسيال؟ واحد بانه هنا غنعاود نكتب لكم اكس اكسبونسيال اكس من جوج ثلاثه من اجل الفهم. ناقص التكامل عندي من جوج ثلاثه واحد غير موثر، والاصليه ديال اكسبونسيال هي اكسبونسيال دائما منين؟ من 2 حتى 3. اذا ملي كتوصل لهاد المرحله ايها التلاميذ الاعزاء في الحساب ديال التكامل اي، فقط نحسب الصوره ديال 3 و ناقص الصوره ديال 2. اذا تعطيني 3 اكسبونسي ديال 3 ناقص 2 اكسبونسي ديال 2 سين مع هذه، ثم اكسبونسيال ديال 3 ناقص اكسبونسيال ديال 2. اذا هذا بلا ما سميتو، هذا هو النموذج ديال الحساب ديال اي كمثال. مثال اخر، مثلا افترض ان عندي دائما ناخذ مثال بسيط، مثلا خلينا التكامل مثلا من 1 حتى 2 ديال اكس ln x لوغاريتمي بين x دي x. الان هنا كتلاحظوا اشنو؟ انه التقى لي x اللي هو بولينوم حدوديه جا في الرتبه الثانيه مع اللوغاريتم. اذا اللوغاريتم لي بين هو اللي جا في المرتبه الاولى كاع. اذا غنحط كندير ال x، وهنا كنحط في بريم ديال x. دونك شكون اللي غادي ياخذ هاد الاكس؟ غادي ياخذ هاد اللوغاريتم، لان هو اللي كيختار الرتبه الاولى على حساب الكلمه ديالي، على حساب المود باس ديالي اللي هو البيسك. اذا انا غنحط لوغاريتم لي بليان ديال اكس، ثم في بريم غادي تاخذ اكس. اذا هادي اللي مكتوبه هكا غندير لها الاشتقاق. الجميع يعلم ان اي بريم ديال اكس المشتقه ديال لوغاريتم لي بليان هي واحد على اكس، ثم في بريم اكس الاصليه ديال اكس هي 1 على 2 اكس اس 2، او بمعنى اخر هي اكس اس 2 على 2. دونك ضروري نكون حافظ هذو الدور الاصليه. اذا سميت هذا التكامل مثلا جي، تكامل جي الخاصيه ديال المكامله بالاجزاء هي اكس فوا في اكس دائما من ا حتى بي ناقص التكامل من ا حتى بي اي بريم اكس فوا في اكس دي اكس اللي هو المتغير. اذا هنا جي غتساوي ان اكس فوا في اكس معنى اكس اس 2 على 2 ln ديال اكس ناقص تكامل اي بريم اكس فوا في اكس. المجال اللي عندي هو من 1 حتى 2، اي بريم اكس هنا هي 1 على اكس فوا في اكس كما كتشاهدوا يا التلاميذ الاعزاء هو اكس اس 2 على 2،
والمتغير ديال اكس. اذا هنا غنحسبوا الصور، غنخليكم ايها التلاميذ الاعزاء تحسبوا الصور. دونك هنا 1 على 2، اذا اذا اختزلت اكس تعطيني اكس على 2 ديال اكس. هنا حساب الصور، هنا يمكن لي نخرج 1 على 2، وغيبان لي التكامل من 1 حتى 2 ديال اكس ديال اكس. دونك هنا حساب الصور 1 على 2، الاصل ديال اكس هي اكس اس 2 على 2، ومجددا تحسب غن صورة 2 ناقص صورة 1. اعتقد ان حساب الصور انتم بالتاكيد مساله بسيطه حساب الصور. دونك ناخذوا امثله اخرى، مثلا ممكن ناخذوا امثله اخرى، مثلا سيبوزون مثلا مازيان. انا اخذوا هذا المثال، مثلا عندي هنا مثال واحد ال كتساوي تكامل من صفر حتى لواحد ديال ال ان ديال اكس زائد واحد على 2 ديال اكس. كيبان لي هنا بانه كاين غير ال ان، يعني نورمالمون هادي داله وحده، ولكن بالتاكيد كاين معاها واحد. واحد هو يعتبر داله حدود ديال بحال اكس الصفر. اذا ليسونسيل المهم ان ال ان هو اللي كيحتل الرتبه الاولى. اذا ال اكس لما راتيها ال اكس غيتساوي ال ان ديال اكس زائد واحد على 2، و في بريم ديال اكس هي اللي غتاخد ليا واحد. اذا هادي غندير لها الاشتقاق اي بريم ديال اكس. بالتاكيد الجميع كيعرف بان المشتقه ال ان ديال ال اكس بريم راه هي اي بريم ديال اكس على ال اكس. ضروري تكون شفتو معنا هادشي في الدرس ديال الدوال اللوغاريتميه. اذا هنا اكس زائد واحد على 2 بريم، غنكتب لكم الطريقه، اكس زائد واحد على 2 بريم لا تعطيني بالتاكيد واحد على 2، على ال اكس اللي هو اكس زائد واحد على 2. اذا غادي تعطيني واحد على 2، وغادي تعطيني اكس زائد واحد على 2. اذا هنايا تعطيني ماذا؟ تعطيني اكس زائد واحد على 4. دونك الموضوع عفوا تعطيني واحد على اكس زائد واحد، لان كي درنا ليها درنا واحد على 2 مضروبه في المقلوب ديال المقام اللي هو اكس زائد واحد، اذا تعطيني واحد على اكس زائد واحد. اذا هذه هي المشتقه في هذه الحاله. وبالتاكيد الاصليه ديال واحد هنا فين اكس، الاصليه ديال واحد ما هي الا اكس. اذا الان ايها التلاميذ الاعزاء، الى بغينا نحسبوا التكامل ال، الخاصيه ديال المكامل الاجزاء كتقول لي ال اكس فوا في اكس دائما من ا حتى لبي ناقص تكامل من ا حتى لبي اي بريم ديال اكس فوا في اكس. كل ما كررتوها كل ما تحفظت لكم ببساطه، لان دائما تعطى في الامتحان الوطني. اذا ال تكامل ال اكس، شكون اللي كيمثل ال اكس؟ كيمثلو هاد الداله هادي، كيمثلو ال ام و في اكس. شكون كيمثل في اكس؟ هو اكس. اذا غنسبقو اكس ال ان ديال اكس زائد واحد على 2. دونك التكامل اللي عندي المجال من صفر حتى لواحد ناقص التكامل من صفر حتى لواحد اي بريم ديال اكس. شكون اي بريم ديال اكس؟ دونك هي واحد على اكس زائد واحد فوا في اكس. دونك تعطيني واحد على اكس زائد واحد فوا اكس دائما ديلي اكس. اذا هنا يبقى حساب الصور، ساترك للتلاميذ لو سوان ديال انهم يديروا هذه القضيه هذه. دونك هنا غادي تعطيني اكس على اكس زائد واحد ديلي اكس. انت هنا كيفاش نحل هذه القضيه هذه؟ هنا كاينه زائد واحد، انا غادي نزيد واحد وغنقصها. تيتو مع الباب كانت عندي اكس، كاينه في المقام اكس زائد واحد، بغيت ندير نفس الشيء اللي كاين في المقام غنزيد واحد، ولكن غنقصو باش ما تسمى غيرت والو. اذا هنا فقط حساب الصور، شوفوا القيمه اللي تخرج لكم. هنا غنفكك هذه، غتولي اكس زائد واحد على اكس زائد واحد ناقص واحد على اكس زائد واحد ديال اكس. واضحه؟ اذا هذه غتعطيني اش تكامل، هذه ما هي الا واحد، وهنا هاد واحد هو اكس زائد واحد بريم على مدى على اكس زائد واحد دائما المتغير ديال اكس. اذا الان لقيت الاصليه، الاصليه ديال واحد هي اكس، والاصليه ديال اي بريم على اي
هي لوبليبيديان ديال القيمة المطلقة ل x زائد واحد. دائما المجال اللي عندي هو من صفر حتى واحد، رمز ديال القيمة المطلقة. إذا بالتأكيد x زائد واحد موجبة على المجال صفر واحد، إذا يمكن أن تخيلها على رمز ديال القيمة المطلقة بلا ما نغير والو. إذا غادي تولي تساوي ليا، غادي تولي تساوي ليا داكشي يخرجك في الصورة هنا، راه عارف القيمة يمكن لكم تخدموها نتوما. دونك هنا تو سامبلومون غتولي ناقص إكس ناقص إلين ديال إكس زائد واحد، وكيبقى حساب صورة واحد ناقص صورة ديال صفر. إذا هذا أمثلة كافية لاستعمال لفهم كيف نستعمل تقنية المكاملة بالأجزاء. قلنا دائما اللوغاريتم هو اللي كيحتار الرتبة الأولى، هو اللي كيحدد ليا هاد الكلمة ديال بيس، كتحدد ليا من غادي نعطيه ليكس هو الأول. فمثلا ملي كيتلقى عني مثلا سيبوزون تلقى عني مثلا بغينا نحسبو التكامل مثلا من بي على جوج حتى بي، مثلا مثلا سين اس اكس فوا اكسبونسي اكس مثلا. إذا هنا كيبان لي اكسبونسي جا في الرتبة الثالثة سابق السين، إذا هاد الإكسبونسي هو اللي من غادي نعطيه إكسبونسي إكس، وبالتالي هاد السينيس ستاخد في بريم ديال إكس ستاخد سينيس إكس. ثم كنخدم الطريقة ديالي ديال المكامل بالأجزاء، أعتقد أن هذا واضح. وصلت معك فاسيل، تشكركم على انتباهكم. إذا كان هناك أي استفسار فيكون في الموقع أو عبر رقم الهاتف ديال السيدة الكرام. وصلت معك فاسيل، تشكركم على انتباهكم. وتحياتنا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.